United. I'm here. I'm here to give my condolences to you and all the families, and to show our alliance with you and sympathy and support. Thank you. Just to see you and give my contribution personally to you right now for the people in New York, and hopefully it will help alleviate as much as you can under your leadership. Well, we need your help. And that's $10 million from me to you. And please, we'll be in touch for anything that you may need. And we very much need your help and your support. I will. We will. Anyway. This will take 9 months. The crime of the age, not the millennium. The Islam is being stigmatized right now because some acts of its people by being very extremist and terrorists. So I think that the governments, leaders, NGOs, institutions like ours, Al-Wintala Foundation, has a duty and responsibility to begin changing that mentality and stigma. هذه الحادثة حادثة مفصلية في تاريخ الوليد الإنسانية في عملها في الخارج. القصة اللي صارت الموقف الأول اللي شفناه اللي صار بين الأمير الوليد بن طلال وبين عمدة نيويورك وقتها جولياني. احكي لي القصة بالتفصيل. القصة طبعا كل أحد يعرف أن الأمير الوليد بن طلال هو واحد من أكبر المستثمرين في وول ستريت. بعد 9/11 أو 11 سبتمبر راح الأمير وقدم دعمه أنه علشان يعني هذا اللي بيسويه 10 مليون دولار للكارثة اللي صارت، وسوى خبر صحفي، أعطى الشيك، أعطى الشيك زي ما أنت شايف، أعطى الشيك. وفي الخبر الصحفي كتب، مين اللي كتب؟ يعني المكتب حق الأمير، الخبر الصحفي اللي طلع من المؤسسة ذاك الوقت، أنه إحنا طبعا نرفض أي عمل إرهابي وندعم الحكومة الأمريكية علشان تتخطى هذه المرحلة، ولكن نأمل أن الحكومة الأمريكية تضع في عين الاعتبار القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية. نعم. وبعدها؟ كان في الطيارة الأمير، خلاص تراجع، كلموا قال شيل. مين اللي قاله؟ I think جولياني لو أنا ماني غلطانة، يعني إنه شيل هذه الفقرة حقت إنه ليش يعني ليش حطيت فلسطين، ليش دخل فلسطين في القصة؟ قال لا ما حشيلها، قال أجل يرجع الشيء، قال رجعه. ومن هنا كانت فكرة للأمير إنه كيف إنه هو يحسن، مو يحسن أعتذر، كيف إنه هو يوضح صورة الإسلام وإيش هو المسلم وإيش هو الدين الإسلامي وإيش هو العالم العربي وبالأخص المملكة العربية السعودية.